حيث تمكنت الشبيبة من فرض تعادل ثمين بهدف مثله، وهي النتيجة التي تضمن تأهل الشبيبة إلى الدور النصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا. وبنتيجة التعادل هذه يتربع فريق شبيبة القبائل على صدارة الترتيب بمجموع 10 نقاط. بسم الله. اللقاء كان صعب الحمد لله، دوكا حنا رحنا باش نجيبوا نتيجه ايجابيه، كنا حابين نفوزوا، جا تعادل. واش نقول لك النقطه هذيك بيان سور الحمد لله، دوكا حنا شرفنا كاع الجزائريين. وكما نقول لك انا الهدف اللي سجلته البارح الحمد لله وفق ربي وفقني في هذا الهدف. كما نقول لك الحمد لله هذا البيت هو اللي سلكنا البارح. كما نقول لك انا هذا الهدف سلك به الزملاء ديالي. كما نقول لك الفوز هذا النتيجه هذه نادي وكاع شعب الجزائر وشعب تيزي وزو. كما نقول لك دخلت المقابله كما هذيك مع كما نقول لك لي سيبورتي اللي كانوا تما ان بون، كما نقول لك بريسيون كبيره، مي الحمد لله الجوار كانوا كما نقول لك بيان كونسونتري الماتش هذا، كانوا حابين يديروا حاجه والحمد لله ربي وفقنا. اللقاء كان صعب، كانت مفروض علينا كان مفروض علينا ضغط كبير خاصه في 4 ايام الاخيره قبل اللقاء. الحمد لله احنا حضرنا لهذا اللقاء معنويا ونفسيا، وكنا عند حسن ظن الجميع وكنا في المستوى. غير
فرحة في قضي فعال في ذبرا بطار وعلم فاص حيث اسمرني تمدس وكبر وصام روحي وعلم فاص حيث اسمرني تمدس وكبر وصام روحي عارف الشي يسكر 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 عارف الشي يس